حيول جل ممرات يا حي مركب الذلايل. المنتجين ننطلق مع هذه الشعارات، نندفع ونسير مع المراكز الأولى المتقدمة في هذه اللحظات، لحظات ما بعد انطلاقة كل الشعارات. بشرى على المركز الأول، بشرى ومحمد بن سعيد بن هويمل العامري يتقدم في هذه اللحظات مقدما. بشرى مع المراكز الأولى المنطلقة والحاضرة مع أول الأسماء. المركز الثاني من الجانب الآخر يأتي شعار بن منانه من الجانب الآخر في هذه اللحظات. هقوى القادمة هقوى حمدان بن أحمد، ولكن هذه اللي وصلتنا شموخ شموخ شموخ. المركز الثاني القادمة في هذه اللحظات والمنطلقة والمندفعة في هذه اللحظة بزاف بزاف المنطلقة بزاف المنطلقة في هذه اللحظات لراشد بن سعيد بن منانه الكتبي يتقدم على المركز الثاني والمركز الثالث. وصايف منصور بن سيب بن راشد بن سالمين المنصوري القادم على المركز الثالث والمركز الرابع. دياب بن سالم بن احمد بن دري الفلاحي القادم مع الذيبه على المركز الرابع والمركز الخامس. ربشه حياب بن مطر بن سعيد بن حاده الاكتبي القادم في هذه اللحظات على المركز الخامس. ونتابع الاسماء القادمه والشعارات القادمه في هذه اللحظات. سادس مراكزنا تتواجد في هذه اللحظات. المركز السادس ترف لسعيد بن سلطان بن محمد العرياني يقدم ترف. والمركز السابع من الجانب الاخر اقوى حمدان بن احمد بن سعيد بن منانه الاكتبي. والتدخل في هذه اللحظه من قبل القادمه بينونه زايد بن محمد بن زايد المنصوري شعار الظفر القادم، وكذلك شعله عامر بن علي بن عامر بن طفله المري. والمركز العاشر شغف القادمة في هذه اللحظات أو شف هذه خليفة بن سعيد بن سالم الدرعي القادم على المركز العاشر. نتيجتنا الأولى ندانا الأول للعشر المراكز المتقدمة والحاضرة. مشاهدينا متابعينا الكرام أينما كنتم، متابعين سباقات الهجن، متابعين هذه الأصايل المنطلقة في ميدان المرموم على قنوات دبي ريسنج الناقلة لهذه الأحداث. عودة إلى الصدارة مع اقترابنا لمنتصف الستة كيلومترات، ولا زالت بشرى على المركز الأول تبشر بن هويمل بن أموسي هذا الشوط في هذه اللحظات. محمد بن سعيد بن هويمل العامري يا سلام يا سلام. ولكن بن منان يأتي في هذه اللحظات مقدما انطلاقات وتحديات بزاف القادم بزاف. راشد بن سعيد بن منانه الاكتبي القادم على المركز الثاني غيرت خطفت الصدارة تقدمت الأسماء. المركز الثاني المركز الثالث شوف القادم بينونه زايد بن محمد بن زايد المنصوري. والمركز الرابع ديبة دياب بن سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي القادم مع ديبة. والمركز الخامس
نتابع المركز الخامس تقدم من قبل القادمة شعلة عامر بن علي بن عامر بن طفلة المري القادم في هذه اللحظات. ما شاء الله وصلت الأسماء، تقدم الكل في هذه اللحظات، بدأت التغييرات. نعود ونتابع مركزنا الخامس، نتقدم في هذه اللحظات مع انطلاقة ندى جعفر بن سيل بمرخان الكتبي. أول ندى لندى. المركز السادس قدمت شفة خليفة بن سعيد بن سالم الدرعي مقدما شفة. المركز السابع تأتي كلايف 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 مبارك بن راشد بن ثلاب الهايري قادما مع كلايف. ناخذ المركز الثامن ونتابع الشاهينية محمد بن حميد بن عبيد بن علي الدرعي القادم مع الشاهينية والجري يتهنك يقدم طرايف. سعيد بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي قادما مع طرايف. والمركز التاسع وصلت حفلة، أول ندى لحفلة سيب بن خلفان الحفري يقدم حفلة. والمركز العاشر هذه صيت وصلت بشعار حمد بن محمد بن سعيد بالدبي العفاري. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء. وين موقعنا؟ بدنا نقترب من الألف والأربعمية متر متبقية عن خط النهاية وعودة إلى بينونة 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 على المركز الأول. بينونة زايد بن محمد بن زايد المنصوري قدم الظفرة في أشواطنا السابقة، يأتي مقدما بينونة ما شاء الله. المركز الثاني تأتي هنا بزاف، تنطلق بزاف مع راشد بن سعيد بن منانة الكتبي القادم مع بزاف. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. المركز الثالث وصلت شفة خليفة بن سعيد بن سالم الدرعي الكين. والأخير يا أهل الإنتاج يا أهل المهجنات الأصايل، المركز الرابع كلايف مبارك بن راشد بن ثلاب الهايري قادما مع كلايف. وبن فارس الدرعي مع الضبي على المركز الخامس. ولكن اعود الى الثنائيه ثنائيه ثنائيه، من القادم؟ الثالث هنا القادم الدرعي مع شفه على المركز الثالث. ولكن بينونه 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 زايد بن محمد بن زايد المنصوري يتقدم في هذه اللحظات. وبالزايد بزاف قادمة راشد بن سعيد بن منانة الكتبي يقدم بزاف على المركز الثاني. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام للأربعمية متر الأخيرة، جولة الأوامر يا بن منانة. وكذلك المنصوري ما شاء الله، الظفرة أضافت النقطة الأولى، تأتي بينونة في أشواط الإنتاج مسجل النقطة الثانية إلى أحد القادمين من الظفرة. تهانينا والناموس لزايد بن محمد بن زايد المنصوري على فوز بينونة مسجلة النقطة الثانية لهذا الشعار. تهانينا والناموس لهذه الظفرة. المركز الثاني بزاف وصلتنا لراشد بن سعيد بن منان الكتبي. المركز الثالث وصلت على المركز الثالث منصورة للتركي بن حماد الرشيدي. والمركز الرابع شعار بن فارس الدرعي. والمركز الخامس شفة لخليفة بن سعيد بن سالم الدرعي. هكذا هي النتيجة. عودتنا مع التوقيت الزمني ولحظات وصول بينونة ما شاء الله مسجلة النقطة الثانية لشعار زايد بن محمد بن زايد المنصوري. 9:13 بالوفاء والتمام. تهانينا وناموس لزايد بن محمد بن زايد المنصوري. سلام يا الظفرة سلام. المركز الثاني وصلت على المركز الثاني في هذه اللحظات بزاف. 9:16 بالوفاء والتمام. تهانينا وناموس لمالك راشد بن سعيد بن منانة الكتبي. المركز الثالث نتابع في هذه اللحظات على الشاشة وصول وتقدم من قبل منصورة. توقيتها الزمني 9:18:1. تهانينا وناموس لمالك منصورة تركي بن حماد
الرشيدي، تهانينا والناموس للجميع.